بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا درس في كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع الشهير بابن دقيق العيد. والمشروع منه في هذه الدورة إن شاء الله هو كتاب الصيام. والهدف من دراسة هذا الكتاب هو التعريف بمقصود ابن دقيق العيد في كتابه هذا، وبيان منازع الاستنباط ومدارك النظر في هذا الكتاب المبارك. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، يحسن الإشارة إلى شيء من التعريف بابن دقيق العيد رحمه الله وكتابه هذا. وابن دقيق العيد من العلماء الأفراد الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، وهو محمد ابن علي ابن وهب ابن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المصري. واشتهر بابن دقيق العيد، قيل لأن جده مطيعاً كان قاضياً، وكان في يوم عيد من الأعياد لابساً طيلساناً شديد البياض، لونه كأنه لون الدقيق، فقيل عن طيلسانه كأنه دقيق العيد. فاشتهر محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب بهذا، اشتهر بابن دقيق العيد، وقد كان له نصيب من هذه التسمية، فهو ابن دقيق العيد ومؤلفاته دقيقة جدا. ولهذا ابن دقيق العيد كلامه دقيق بعيد، يحتاج إلى تقريب وتوضيح لطلاب العلم. وفي سنة 25 و600 جاء أبوه علي بن وهب، جاء إلى الحج، ولما وصل ينبع قريبا من البحر الأحمر ولد ابنه محمد هذا، وجاء به إلى الحج. وفي أثناء طوافه به كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ابنه محمد هذا عالما، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ونشأ ابن دقيق العيد نشأة علمية في كنف والده، فقد كان والده عالما من العلماء، وكان أيضا جده عالما من العلماء، وحفظ القرآن وهو صغير،
اشتغل بطلب العلم على علماء عصره، وأخذ عن علماء كثيرين، ومن أشهرهم عبد العظيم المنذري، الإمام المحدث صاحب التصانيف النافعة كالترغيب والترهيب ومختصر سنن أبي داود، ومنهم أيضاً العز ابن عبد السلام السلمي صاحب قواعد الأحكام وغيرها من التآليف النافعة. وبلغ رحمه الله مبلغاً عظيماً في العلم، حتى إنه قيل وصل رتبة الاجتهاد، وكان في أول أمره مالكياً، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الشافعية، وترجم له في كتب تراجم المالكية، وترجم له أيضاً في كتب تراجم الشافعية، وكان يفتي على المذهبين، يفتي في مذهب المالكية ويفتي في مذهب الشافعية. ولما عد السيوطي رحمه الله المجددين ذكر أن ابن دقيق العيد هو مجدد المئة السابعة، وأخذ عنه تلاميذ كثر، من أشهرهم أبو الحجاج المزي الإمام المحدث، ومنهم أبو حيان النحوي اللغوي الشهير، ومنهم ابن الرفعة الشافعي الذي كان يحمل لواء الشافعية في زمانه، وغيرهم كثير. وألف رحمه الله تآليف كثيرة، منها شرح الأربعين النووية، وإن كان بعض أهل العلم شكك في نسبته له، إلا أن أسلوبه هو الأسلوب المعروف عن ابن دقيق العيد رحمه الله. ومن مؤلفاته كتاب الإمام في معرفة الأحكام، وهذا من أهم كتب أحاديث الأحكام، وقد أشاد به العلماء وأثنوا عليه ثناء عظيما، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال عنه: الإمام أفضل من كتاب المختارة للضياء ومن كتاب جدي المنتقى من أحاديث المصطفى. وكتاب الإمام هذا وجد منه قطعة من أوله، طبعت في أربعة مجلدات إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. وأما بقية الكتاب فغير موجودة. ثم اختصر كتاب الإمام في كتاب اسمه الإلمام بزيادة اللام، وشرح الإلمام في كتاب اسمه شرح الإلمام، وقد وجد منه قطعة أيضا من أوله، طبعت في مجلدين. ومن مؤلفاته هذا الكتاب، وهو شرح عمدة الأحكام الذي اسمه الإحكام، شرح الذي اسمه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد أتمه رحمه الله. ومنهجه فيه أنه يذكر المسائل التي يدل عليها الحديث وتؤخذ منه، ويجعلها في وجوه، فيقول: هذا الحديث يدل على وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، وهكذا.
ويعنى في كتابه هذا بذكر مدارك الاستدلال، أي ببيان القواعد التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام التي يذكرها، وهذا واضح في كتابه بشدة، فهو يذكر الأحكام يذكر الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث ويبين القواعد التي استعين بها في التوصل إلى هذه الأحكام. وأما الأحكام التي لا تؤخذ من هذا الحديث فيشير إليها مجرد إشارة ويبين أنها لا تؤخذ من هذا الحديث، ثم يتركها ويمضي إلى ما بعدها. وهذا الكتاب عليه حاشية نفيسة لمحمد ابن إسماعيل الصنعاني اسمها العدة، وقد طبعت في 4 مجلدات، كما أن هذا الكتاب وهو إحكام الأحكام طبع 10 طبعات، منها طبعة بتعليق الشيخ محمد شاكر رحمه الله، ولعل هذه الطبعة إلى الآن تعتبر أفضل طبعات هذا الكتاب. وبعد هذه الإشارة الموجزة ننتقل إلى كلام المصنف رحمه الله في كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الكلام عليه من وجوه: أحدها فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. الثاني، نعم، بدأ المصنف رحمه الله في شرح الحديث الأول، وهو الحديث الذي ذكره عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كتاب من كلام خير الأنام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول فيه صريح الرد على الروافض. قوله فيه صريح، الصريح في لغة العرب معناه الخالص، والعلماء يجعلون الصريح على قسمين: القسم الأول هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا يخصونه باسم النص، فيقولون النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله سبحانه وتعالى: تلك 10 كاملة، فإنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، فلا تحتمل أن الأيام التي يصومها المتمتع 9 أو أنها 11، بل هي صريحة في الدلالة، وهي أن الأيام التي يصومها المتمتع إذا لم يجد الهدي 10 أيام من غير زيادة ولا نقص. القسم الثاني الذي يطلق عليه الصريح هو الظاهر، وهو ما يحتمل معنيين فأكثر، وهو راجح في أحدها. والظاهر كما عرفنا في تعريفه أنه يحتمل 10 احتمالات، لكنه يكون راجحا في أحد الاحتمالات،
ولهذا يعرفونه بأنه ما احتمل معنيين فأكثر مع رجحان أحدها. فالصريح يطلق على النص ويطلق على الظاهر. وقوله في الحديث لا تقدموا هذا نهي، والنهي ليس من قبيل القسم الأول وهو النص، وإنما من قبيل القسم الثاني وهو الظاهر. ولهذا اختلف العلماء في دلالة النهي، هل يدل على التحريم أو يدل على الكراهة. ولو كان نصا في دلالته لم يختلف العلماء رحمهم الله في دلالته. فقوله هذا صريح، عرفنا معنى الصريح وأن الصريح منه ما هو نص ومنه ما هو ظاهر. والصريح في هذا الحديث من قبيل ماذا؟ من قبيل الظاهر، لأنه نهي والنهي من قبيل الظاهر. وهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله فيه صريح الرد على الروافض، لأن الروافض يرون أنه يجوز أن يصام قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا الحديث يرد عليهم هذا المذهب، لأن قوله لا تقدموا رمضان فيه نهي عن تقدم رمضان بالصيام، ورمضان يطلق على الشهر الذي بين الهلالين، أي بين هلال رمضان وهلال شوال، فيدل الحديث على أنه لا يجوز أن يتقدم على هلال رمضان بالصيام. وعلى هذا انتبه لكلام المصنف، وأنا أرجو من طلاب العلم أن يكون الكتاب معهم حتى يسهل علينا فهم مراده، لأن كلام ابن دقيق العيد كما قلنا دقيق. فقوله فيه صريح الرد على الروافض الذين يرون تقديم الصوم على الرؤية، يعني يرون تقديم صوم رمضان على رؤية الهلال، لأن رمضان اسم لما بين الهلالين، فإذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه. قوله لأن، هل هذا تعليل لقول الروافض أو تعليل للرد على الروافض؟ هذا تعليل للرد على الروافض، لأنه قد يفهم بعض طلاب العلم أنه تعليل لقول الروافض. نعم اقرأ. الثاني فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبيان أن اللام للتقييد لا للتعليل كما زعمت الروافض، ولو كان للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضا، كما تقول أكرم زيدا لدخوله، فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول، ونظائره كثيرة. وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلا للصوم. الثالث، نعم الوجه الثاني، هذا الحديث كما قال المصنف صريح في دلالته على أن صيام شهر رمضان يكون بعد رؤية الهلال. وهناك حديث آخر ليس صريحا ولكن دلالته محتملة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته. فهذا الحديث دلالته محتملة، ووجه الاحتمال فيه أن اللام في قوله يصوم لرؤيته وقوله وأفطر لرؤيته تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون اللام للتوقيت، ويكون المعنى صوموا لوقت رؤيته، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لوقت دلوك الشمس، فاللام في الآية الكريمة للتوقيت. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقوله لعدتهن اللام للتوقيت، أي طلقوهن لوقت عدتهن. وبناء على هذا الاحتمال، وهو أن اللام في قوله يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته للتوقيت، فإنه لا يجوز أن يصام قبل وقت دخول رمضان، وهذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون اللام في قوله يصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته ليست للتوقيت، وإنما هي لمعنى آخر وهو التعليل، ويكون المعنى صوموا لأجل رؤيته وأفطروا لأجل رؤيته، كقوله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فاللام هنا للتعليل. فالحديث وهو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، اللام فيه الحديث محتمل، لأن اللام يحتمل أن تكون للتوقيت ويحتمل أن تكون للتعليل. وهذا الحديث وإن كان محتملاً إلا أن الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين يدل على أن المراد باللام في الحديث الآخر هو المعنى الأول أو المعنى الثاني، هو المعنى الأول وهو التوقيت. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم كالحديث الواحد يبين بعضها بعضا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين النصوص ويؤالفون بينها. فإن قلت لو قيل إن اللام في الحديث للتعليل، فهل يدل ذلك على أنه يجوز أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين؟ والجواب على ذلك أن ذلك لا يدل، لو سلمنا أنها للتعليل فلا يلزم من هذا أنه يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بل يدل على خلاف هذا، يدل على أنه لا يصام إلا بعد رؤية الهلال، وذلك انتبه معي، وذلك لأن الحكم لا يكون إلا بعد علته، فلا يتقدم الحكم على العلة، فلا يتقدم الصيام، لا يتقدم الأمر بالصيام
على العلة التي هي رؤية هلال رمضان. وهذا له نظير في لغة العرب، وهو إذا قلت أكرم زيدا لمجيئه أو لدخوله، فإن اللام هنا للتعليل، فيكون الإكرام قبل الدخول أو بعد الدخول، يكون الإكرام بعد الدخول لأن اللام هنا للتعليل، والحكم يكون بعد العلة لا قبلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمرا انتبه معي له، وهو أننا إذا قلنا اللام في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته للتوقيت، إذا حملنا اللام في الحديث على التوقيت فإن هذا فيه عمل بالمجاز، لأن قوله صوموا لرؤيته معناه أنه إذا رؤي الهلال يصام ولو كانت الرؤية في الليل، فمعنى صوموا لرؤيته معنى هذا أنه إذا رؤي الهلال فالمكلفون مطالبون بالصيام ولو كانت رؤية الهلال ليلا. وهذا ليس مرادا للشارع، وإنما مراده أن يكون الصيام بعد طلوع الفجر، لقوله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلهذا قال المصنف رحمه الله حمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن الحقيقة لقوله صوموا لرؤيته أنه يصام إذا رؤي الهلال ولو كان ذلك ليلا، لكن الشارع لا يأمر بالصيام إلا بعد طلوع الفجر، فيكون حمل اللام على التوقيت فيه احتمال للمجاز. ولو فرضنا أن هذا فيه احتمال للمجاز وعمل به، فإن المجاز عند القائلين به يجب العمل به، فلا يمنع من دلالة الحديث، إلا أن بعض أهل العلم قال الحديث هنا باق على حقيقته لأن توقيت كل شيء بحسبه، قال الحديث باق على معناه الحقيقي لأن توقيت كل شيء بحسبه، فقوله صوموا لرؤيته يعني صوموا لرؤيته إذا طلع عليكم، إذا جاء وقت الصيام وهو طلوع الفجر. أعد الوجه الثاني. الثاني فيه تبيين لمعنى الحديث الآخر الذي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وبيان أن اللام للتأقيت لا للتعليل كما زعمت الروافض، ولو كانت للتعليل لم يلزم، يعني لو فرضنا أن اللام للتعليل لا للتوقيت فإن الحديث أيضا يدل على أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بشيء من الصيام. نعم. لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضا كما تقول أكرم زيدا لدخوله، فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول، ونظائره كثيرة. نعم، نظائره يعني نظائر هذا المثال في لغة العرب كثيرة. نعم. ثم قال وحمله على التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة، لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلا للصوم. نعم. الثالث فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رمضان بيوم أو بيومين أنه يجوز صومه،
ولا يدخل تحت النهي، وسواء كانت العادة بنذر أو بسرد عن غير نذر فإنهما يدخلان تحت قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. نعم. الوجه الثالث أن هذا الحديث يدل على أن من كان معتادا للصيام فوافقت عادته ما قبل رمضان بيوم أو يومين فإن له أن يصوم، ولا يكون صيامه هذا داخلا في النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان. وهذا يؤخذ من الحديث من جهتين. الجهة الأولى قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فإن هذا استثناء من النهي في قوله لا تقدموا. والقاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء من النهي إباحة، كما أن الاستثناء من الإباحة تحريم. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله فليصمه، فإن هذا أمر، لأنه فعل مضارع مقترن بلام الأمر، جاء بعد الحظر في قوله لا تقدموا. والقاعدة أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة. ولهذا ذكر المصنف أن من كان معتادا للصيام فوافق صومه ما قبل رمضان بيوم أو يومين فإن صيامه مباح، فلا يدخل هذا في النهي لهذين الأمرين اللذين ذكر: الأول الاستثناء من النهي، والأمر الثاني الأمر بعد الحظر. ثم قال: وسواء كانت العادة بنذر، كما لو نذر أن يصوم آخر يوم من شعبان، أو نذر أن يصوم يوم الخميس فوافق آخر يوم من شعبان، أو كان بسرد كما لو نذر أن يصوم 10 أيام متتابعة فوافق آخر هذه 10 آخر يوم من شعبان، قال فإن ذلك لا يدخل تحت النهي الذي ورد في قوله لا تقدموا. ووجه ذلك، يعني لماذا لا يدخل تحت النهي، أن قوله صوما في قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، هنا نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تدل على العموم. ولهذا قال: سواء كانت العادة بنذر أو بسرد، يعني سرد للصيام من غير نذر، فإنهما يدخلان تحت قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وقد عرفنا وجه دخولها في ذلك. نعم. الرابع: فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع، فإنه خارج عما رخص فيه، ولا يبعد أن يدخل تحت النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر. نعم. الوجه الرابع قال: فيه دلالة على كراهية إنشاء الصوم، يعني ابتداء الصوم قبل الشهر، أي قبل شهر رمضان بيوم أو يومين، إذا كان الصيام تطوعا. ويظهر أن مراده بالكراهة هنا الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية، لأن المحرم مكروه. فيظهر أن قوله فيه دليل على كراهية
إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع، يظهر أن المراد بالكراهة في كلامه الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية. ويدل على ذلك قوله: فإنه خارج عما رخص فيه. والذي لم يرخص فيه ما هو؟ الذي لم يرخص فيه هو المحرم، الذي لم يرخص فيه المحرم. أما المكروه فإنه يجوز فعله، مع أن الأولى عدم ذلك. ووجه التحريم، وجه تحريم إنشاء صيام للتطوع قبل رمضان بيوم أو يومين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا تقدموا. وهذا نهي، والقاعدة أن النهي المطلق يدل على التحريم. وحق هذا الوجه أن يكون أول الوجوه في الذكر، حق هذا الوجه أن يكون هو أول الوجوه ذكرا، لأنه هو المقصود من وضع الماتن للحديث. ثم قال المصنف: ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ، ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر. مراد المصنف من هذا الكلام، وانتبه له، أنه لا يبعد أن يدخل في النهي الوارد في الحديث النذر المخصوص باليوم، كما لو نذر شخص أن يصوم آخر يوم من شعبان، أو أن يصوم آخر يومين من شعبان، فإن ذلك لا يبعد أن يدخل تحت النهي فيكون محرما، لأن فيه تقدما لصيام رمضان بيوم أو يومين. وإذا كان فيه تقدم لصيام رمضان بيوم أو يومين فإنه يدخل في ماذا؟ فإنه يدخل في النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان. ولهذا قال: ولا يبعد أن يدخل تحته، الضمير هنا راجع إلى النهي، أن يدخل تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ. قوله من حيث اللفظ معناه أن اللفظ في الحديث يدل على أن نذر صيام يوم أو يومين فيه تقدم لرمضان، فيكون داخلا في النهي، فهذا معنى قوله من حيث اللفظ. ثم قال: لكن هذا الاحتمال تعارضه النصوص التي تدل على وجوب الوفاء بالنذر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر. وبناء على هذا فإنه يدخل تحت النهي أو يخرج منه، بناء على هذا فإنه يخرج من النهي، ولا يكون نذر صيام يوم أو يومين قبل رمضان داخلا في النهي الوارد في الحديث. هكذا ذكر المصنف رحمه الله، والمسألة محل نظر واجتهاد لأهل العلم. نعم، أعد المسألة.
الرابع فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع، فإنه خارج عما رخص فيه، ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوص. أن يدخل تحته، تحت ماذا؟ تحت النهي. نعم. تحته النذر المخصوص باليوم من حيث اللفظ. قوله من حيث اللفظ هذا بيان لوجه دخوله في النهي. نعم. ولكنه تعارضه الدلائل، لكنه تعارضه، الضمير هنا راجع للاحتمال، يعني تعارض هذا الاحتمال، نعم، الدلائل الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، فلا يدخل في النهي بناء على هذا المعارض. نعم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على تعليق الحكم بالرؤية، ولا يراد بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية، ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. وقد استشنع هذا لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين، قال بعضهم ليته لم يقل، والذي أقول به إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى. وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم، لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم يرى الهلال ولا أخبره من رآه. نعم. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على الحديث الثاني، وهو ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث يدل على تعليق الحكم بالرؤية. المراد بالحكم وجوب الصيام وجواز الفطر، في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فهو يدل على تعليق وجوب الصيام برؤية هلال رمضان وتعليق جواز وتعليق وجوب الفطر على رؤية هلال شوال. ووجه ذلك يعني كيف دل الحديث على هذا الحكم، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رتب الحكم على وصف، فبصيغة الجزاء، فدل ذلك على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم في الحديث وهو وجوب الصيام في قوله إذا رأيتموه فصوموا، ووجوب الفطر في قوله إذا رأيتموه فأفطروا، رتبه على وصف
وهذا الوصف هو الرؤية في قوله إذا رأيتموه بصيغة الجزاء، لأن حرف إذا لأن إذا صيغة جزاء. والقاعدة أن الشارع إذا رتب حكما على وصف بصيغة الجزاء فإن ذلك يدل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، كقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فقد رتب حكما وهو حصول المخرج على وصف وهو تقوى الله سبحانه وتعالى بصيغة الجزاء، لأن من هنا أداة شرط، فيدل ذلك على أن الوصف وهو تقوى الله علة لحصول المخرج. فكذلك في هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم حكما وهو وجوب الصيام ووجوب الفطر على وصف وهو الرؤية، فدل ذلك على أن الرؤية هي علة هذا الحكم، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يدل على تعليق الحكم بالرؤية. والعلة هي المحل الذي يعلق به الحكم، هي المحل الذي يعلق الحكم به. ثم قال ولا يراد بذلك رؤية كل فرد، وإنما يراد به مطلق الرؤية. ومعنى هذا أنه إذا رأى بعض المسلمين العدول الهلال وجب لزم الحكم، ولا يلزم أن يراه كل واحد من المكلفين، لأن المقصود من الرؤية حصول العلم، والعلم يحصل برؤية العدل، على اختلاف بين أهل العلم في العدد المشترط لرؤية هلال رمضان أو لرؤية هلال شوال. فإذن لا يجب على كل المسلمين أن يروا الهلال حتى يجب عليهم الصيام، وإنما إذا رآه من يثبت دخول الشهر برؤيته لزم بقية المسلمين الصيام. فهذا معنى قوله ولا يراد بذلك رؤية كل فرد بل مطلق الرؤية، مطلق الرؤية. والعلماء يقولون المطلق يتحقق بفرد من أفراده، المطلق يتحقق بفرد من أفراده، فقوله سبحانه وتعالى عتق رقبة يتحقق العتق بأي رقبة، لأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. ثم قال ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. وهذا من أين يؤخذ من الحديث؟ يؤخذ من مفهوم الشرط في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن مفهومه أنكم إذا لم تروا الهلال لا يجب عليكم الصيام، وإن أمكن معرفة دخول الشهر بالحساب الفلكي. فهذا الحكم يؤخذ من منطوق الحديث أو من مفهومه؟ يؤخذ من مفهومه، لأنه قال إذا رأيتموه يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فمفهومه أننا إذا لم نرى الهلال لا يجب علينا الصيام، وإن أمكننا معرفة دخول الشهر بالحساب الفلكي. وهذا مبني على مسألة عند العلماء يسمونها عموم المفهوم، عموم
المفهوم، والمفهوم هنا عام لأنه يشمل ما إذا أمكن معرفة دخول الشهر بالحساب الفلكي، ويشمل أيضا ما إذا لم يمكن معرفة دخول الشهر بالحساب الفلكي. فهذا معنى قوله ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون. ثم قال وعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به، أي رأى العمل بالحساب الفلكي. والذي قال بهذا من المتقدمين هو مطرف ابن عبد الله الشخير من أئمة التابعين، كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم. فقال بهذا مطرف ابن عبد الله الشخير. قال وركن إليه بعض البغداديين من المالكية، أي قال بأن هلال رمضان يدخل بالحساب الفلكي، وقال به بعض أكابر الشافعية. والذي قال بهذا من الشافعية هو أبو العباس أحمد ابن عمر ابن سريج من أئمة الشافعية، متوفى في سنة 630. وأبو العباس ابن سريج من أئمة الشافعية، كان أبو إسحاق الشيرازي يسميه الباز الأشهب، وعده بعض أهل العلم مجدد 130، فهو من كبار أئمة الشافعية. وتابعه على هذا السبكي الكبير علي بن عبد الكافي، وألف في هذا رسالة اسمها العلم المنشور في إثبات الشهور. فقال بهذا بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب. ومعنى هذا أن بعض أكابر الشافعية يرى أن من يعرف الحساب يجب عليه الصيام إذا عرف دخول الشهر بالحساب، أما من لا يعرف فلا يعمل بالحساب. فهذا معنى قوله بالنسبة إلى صاحب الحساب. قال وقد استشنع هذا، أي أن العلماء استشنعوا هذا الرأي الذي ذهب له مطرف بن عبد الله، وذهب له بعض المالكية وبعض أكابر الشافعية، لما حكي عن مطرف ابن عبد الله من المتقدمين. قال بعضهم ليته لم يقله. والذي قال بهذا محمد بن سيرين من أجلة التابعين رحمه الله. ثم بين رأيه، بين ابن دقيق العيد رأيه في المسألة، وهو أنه لا يعتمد على الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية، إلا في حال واحدة، وهي إذا أمكن أن يرى الهلال لكنه لم يرى بسبب غيم أو بسبب قتر، فإنه يعمل بالحساب في هذه الحال إذا دل على وجود الهلال. أما ما عدا هذه الحال فإنه لا يعمل بالحساب. ثم قال وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم، لعل المراد ليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم، لعل من هنا مصحفة. ومراده، مراد المصنف، أنه يكفي في دخول الشهر العلم به سواء أكان بالرؤية أم كان بالخبر. فمن المسلمين من يجب عليه الصيام لرؤية الهلال، ومنهم من يجب عليه الصيام لعلمه برؤية الهلال من جهة الخبر. قال لأن الاتفاق
على أن المحبوس في المطمورة إلى آخره، أي لأن المسلمين أجمعوا على أن من حبس في بئر مطمورة أو في مكان لا يستطيع فيه أن يعرف دخول الشهر فإنه يجوز له أن يجتهد في صيام رمضان، إما إذا علم ذلك بالأمارات والقرائن أو بإكمال شعبان 30 يوما، فيجب عليه الصيام وإن كان لم يرى الهلال لأنه محبوس في بئر مطمورة أو في مكان لا يستطيع فيه أن يرى الهلال ولم يخبره أحد برؤية الهلال. نعم. الثاني، يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، ولقد أبعد ما قال بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال، ولكن قالوا يفطر سرا. نعم، هذا الوجه بين فيه المصنف رحمه الله أن من رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله فإنه يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال، ومن رأى هلال شوال فإنه يلزمه الفطر لأنه حصلت منه الرؤية. وهذا من أين يؤخذ من الحديث؟ يؤخذ من قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن الواو في قوله رأيتموه يعم الجماعة والواحد، كقوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، فإنه يعم الجماعة والواحد، فالعموم هنا من أين أخذ؟ أخذ من واو الجماعة، فيعم الواحد وما كان أكثر من الواحد، ولهذا قال يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان، يعني إذا لم يقبل قوله ورأى الهلال، وعلى الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال، يعني إذا لم يقبل قوله في ذلك أو كان يشترط أن يكون الرائي أكثر من واحد. ثم قال ولقد أبعد من قال لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال، وعرفنا وجه البعد أن ذلك يخالف دلالة العموم في الحديث، لأن الواو في قوله صوموا وقوله أفطروا واو جماعة فيدل على العموم. وقال بعض أهل العلم يفطر سرا وذلك مراعاة لحرمة الصيام. وانتبه هنا لكلام المصنف، قوله ولكن قالوا يفطر سرا، هل هذا يعود إلى قول من قال بوجوب الصيام على المنفرد أو قول من قال لا يفطر إلا إذا انفرد؟ والجواب على هذا أنه يعود لقول الأولين الذين قالوا يفطر إذا رأى هلال شوال منفردا لكنه يفطر سرا. نعم. الثالث، اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه، وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر، كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، فتكملت 30 يوما بالرؤية الأولى ولم يرى في البلد الآخر، هل يفطرون أم لا؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار،
وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل 30، أو نراه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة، وهو الأقرب عندي والله أعلم. نعم. الوجه الثالث، قال: اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه، يعني من البلدان. قال: وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر، وذلك لأن الخطاب في هذا الحديث في قوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، كان خطابا خاصا بمن؟ كان خطابا خاصا بأهل المدينة، فيدل هذا الحديث على أن الحكم يختص بهم. انتبه معي. والمصنف رحمه الله لم يجزم بهذا، وإنما قال: ما هي عبارته؟ قال: وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر، لأنه أيضا قد يستدل به من قال بأن الحكم يتعدى إلى غيره من البلدان، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب عام لجميع الأمة، وهذا من فقه ابن دقيق العيد ودقته. وبنى على هذا مسألة، وهي أنه إذا قيل إن الحكم لا يتعدى البلد الذي رؤي فيه الهلال، ثم رؤي الهلال في آخر الشهر في هذا البلد، فهل يلزم البلد الآخر الذي لم يرى فيه الهلال أن يفطروا برؤية البلد الأول أو لا يلزمهم؟ والجواب أننا إذا قلنا إن الحكم لا يتعدى أهل البلد الذي رؤي فيه الهلال، فإن أهل البلد الثاني لا يلزمهم الفطر. وإذا قلنا إن الحكم يتعدى إلى يتعدى غير البلد الذي رؤي فيه الهلال، فإنه يجب على البلد الثاني الفطر. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم يرى فيه. وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر. كما إذا فرضنا، قوله كما إذا فرضنا هذا فيه ترتيب لمسألة على مسألة أخرى. كما إذا فرضنا أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، يعني ببلد آخر، فتكملت 30 يوما بالرؤية الأولى، يعني في البلد الأول، ولم يرى في البلد الآخر، هل يفطرون؟ يعني هل يفطرون تبعا للبلد الأول أو لا يفطرون؟ فمن قال بتعدي الحكم قال بالإفطار، يعني ومن قال بعدم تعدي الحكم قال أيضا بعدم الإفطار. ثم قال: وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس، وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هكذا أمرنا،
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن ابن عباس يرى أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه لا يتعدى إلى غيره من البلدان. قال المصنف: ويمكن أنه أراد، يعني يمكن أن ابن عباس أراد بذلك، أي أراد بالأمر في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العام، وهو الحديث الذي أورده المصنف، وهو قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ووجه عموم هذا الحديث، المصنف قال يمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام، ما وجه العموم في هذا الحديث؟ وجه العموم في هذا الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بلد يعم جميع البلدان ولا يختص ببلد معين، لأن القاعدة أن العام في الأشخاص عام في الأحوال وفي الأزمنة وفي الأمكنة، وهذه قاعدة مهمة من أول من قررها ابن دقيق العيد رحمه الله، أن العام في الأشخاص عام في الأحوال وعام في الأزمنة وعام في الأمكنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا يعم جميع البلدان ولا يختص بأهل المدينة. وقد قرر المصنف رحمه الله هذه القاعدة في كتاب الطهارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، هذا قاله لمن؟ لأهل المدينة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فالصحابة رضي الله عنهم هنا أعملوا عموم ماذا؟ عموم المكان، أعملوا عموم المكان. نعم. قال ويمكن أنه، يعني ابن عباس، أراد بذلك الأمر هذا الحديث العام لا حديثا خاصا بهذه المسألة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا خاصا في هذه المسألة، وهي أن الهلال إذا رؤي في بلد يلزم بقية البلدان أن يصوموا. ولأجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تختص الرؤية بأهل البلد الذي رؤي فيه الهلال، وقال بعضهم إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يعم جميع المسلمين، وفصل بعضهم فقال إذا كانت المطالع قريبة فإن القريبين من ذلك البلد يلزمهم الصيام، وأما إذا كانت بعيدة كما إذا رؤي الهلال في الأندلس فلا يلزم أهل الهند الصيام. فلأنه لم يرد حديث خاص في هذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم، فهذا معنى قوله لا حديثا خاصا بهذه المسألة. قال وهو الأقرب عندي، يعني الأقرب أن ابن عباس استدل بالحديث العام، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المسألة بحديث خاص. نعم. الرابع: استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله فاقدروا له، فإنه أمر يقتضي التقدير، وتأوله غيرهم بأن المراد إكمال العدة 30، ويحمل قوله فاقدروا له على هذا المعنى، أعني إكمال العدة 30، كما جاء في الرواية الأخرى مبينا فأكملوا العدة 30، والمراد بقوله عليه السلام غم عليكم، أي استتر أمر الهلال وغم أمره، وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة. نعم. الوجه الرابع:
أن هذا الحديث وهو قوله فإن غم عليكم فاقدروا له استدل به من قال بجواز العمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال، لأن قوله فاقدروا له مأخوذ من التقدير وهو الحساب، وتأوله غيرهم يعني فسره غير القائلين بهذا القول بأن المراد بقوله فاقدروا له ليس الحساب الذي هو التقدير، وإنما المراد به معنى آخر وهو إكمال الشهر 30 يوما. ويدل على هذا الرواية الأخرى في قوله فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، والسنة يبين بعضها بعضا، ومعنى قوله غم عليكم يعني جعل بينكم وبينه غمام واستتر عنكم فلا تستطيعون أن تروه. وسبب الخلاف في قوله فاقدروا له في تفسير قوله فاقدروا له هو أن هذا اللفظ لفظ مجمل، فيحتمل أن يكون قوله فاقدروا له الحساب، أي استعملوا الحساب في رؤية دخول، استعملوا الحساب في معرفة دخول الشهر رحمك الله، ويحتمل أن يكون قوله فاقدروا له أكملوا شعبان 30 يوما. وإذا كان الحديث يحتمل احتمالين ثم جاء حديث آخر يوافق أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويكون مبينا للإجمال، فقوله فاقدروا له معناه ما جاء في الحديث الآخر وهو أكملوا شعبان 30 يوما، لأن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. ونقف عند نهاية كلام المصنف رحمه الله في هذا الوجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.